يقول قد يستدل بعض من يقولون بأنهم مفكرون بقوله تعالى لا إكراه في الدين، أي أن الإنسان له حرية الفكر وأن يعتقد ما يريد وما يشاء وهو مخير. لو كان الأمر كذا ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب، خلى الناس كلهم بهواه. هذا كلام باطل وكفر بالله عز وجل، ولا يجوز هذا الكلام أبدا. ما هو بالإنسان بها. الله خلقك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاعبده وتوكل عليه. أما أنك تعبد الله الذي خلقك ورزقك وتعبد غيره، من قال هذا؟ هذا ما يجوز لا في عقل ولا في دين ولا في فطرة، هذا كلام باطل وهذا فكر خبيث. نعم.